لا مش صحيح، لأنه فما دول فيها 450 حزب سياسي وما عندهم نفس الأزمة. الأزمة السياسية في تونس هي تعود إلى ثلاث أسباب أساسية. أولا هو طبيعة الأحزاب اللي عندنا، لأنه الأحزاب اللي عندنا ما عندهاش مقومات الأحزاب كما تعرفوا، أحزاب فيها برشا ترحال سياسي ولا سياحة حزبية، أحزاب ماهيش مهيكلة، ما عملش مؤتمراتها، ضعيفة بشكل كبير، دايرة على شخص واحد، فيها واحد يدخل اليوم في قائمات وغدوة يخرج إلى حزب آخر ولا يولي مستقل، مستقل يولي منتمي إلى حزب، هذه الحاجة الأولى. اثنين، النظام الانتخابي اللي ما صلحش وهو غير ملائم إلى حياة برلمانية مستقرة. ثلاثة، النظام السياسي فيه بعض الإشكالات. احنا الدستور التونسي تعمل صحيح في توافق، عملنا توافق نوع من التوافق التسويفي في بعض الإشكالات، لكن الأخطر من هذا أنه ما عملناش المؤسسة الكل. هناك مؤسسة كما تعلمون لم يقع إنشاءها كما المحكمة الدستورية، واليوم نفيقوا بغياب المحكمة وبأثر غياب المحكمة. يعني كي نجمعوا الثلاث عناصر هذو، يعني عندنا أحزاب سياسية ولا مشهد حزبي متشظي، اثنين عندنا نظام انتخابي لم يقع إصلاحه بالمرة، ما خذيناش الدروس الأساسية، ثلاثة عندنا مشاكل في النظام، بعضهم أعطاوا الإشكالات هذه. ابدا، لانه شويه سي ترو بو ترو تار. علاش؟ لانه العتبه، نعطيكم مثال بسيط، اذا كان ناخذ مثال نتائج ايطاليا في انتخابات 2019. في ايطاليا ثم قائمه مستقله نجحت ب 382 صوت، هذاك مثل 6%، يعني حتى كان عملنا 5% هذا مش تطلع. ايطاليا لم تتغير بالمره. ايطاليا ما بعضها الكل كان نجمع الاصوات، ايطاليا فيها عندها ثلاثه مقاعد، الثلاثه قائمات اللي ربحوا ثلاثة نواب يمثلوا أقل من 3000 صوت، يعني أقل برشا من صوت في تونس. وهذا يورينا أنه تقسيم الدوائر الانتخابية في تونس غلط. اليوم صحة الانتخاب، صحة التمثيل ولات مطرح الإشكال. تقسيم الدوائر كما تعرفوا من 2011 بأمر، والدستور قلنا راهو يلزم قانون أساسي. من 2011 ما عملنا حتى شيء. اليوم يلزمنا نعاودوا نثبتوا تقسيم الدوائر وفق قواعد تراعي صحة التمثيل، ولكن خاصة كذلك تراعي وتحترم المعايير الدولية. اليوم دونك العتبه غير كافيه بالمره، نعملوا حتى دي سيمولاسيون تنفيقوا بانه ما تغيرش. تنجم تقصي، تنجم تعمل لك اثار سلبيه اخرى. اليوم يظهر لي الحاجه الاكيده هو لازمنا نعرفوا واش نحبوا من التمثيل. كيفاش نحبوا التمثيل يكون صحيح ولا لا؟ فما شكون يقول افراد؟ خلينا نناقشوا الافراد مثال. فما شكون يقول على دورتين؟ فما شكون خلينا نشوفوا هذا ونعلم اين سنذهب، وهنا نجم نصلحوا طريقه الاقتراع. وديما نقول راهو القانون الانتخابي ماهوش طريقه الاقتراع. رانا عندنا مشاكل أخرى كبيرة برشا، فما 8 محاور في القانون الانتخابي لازم نفيقوا بهم ونصلحوها. إذا كان نفصل مشاكل في القانون الانتخابي، عندنا قبل كل شيء مسألة الناخبين والترشح، ما يسمى الحق الانتخابي. نركز على حاجة أساسية، والحق الانتخابي اليوم في تونس اللي يحب يترشح شنو يلزمه؟ يلزم بعض العناصر. ينجم يكون انسان قائم بجرائم تاع رشوه ولا مخدرات وينجم يترشح دون اي اشكال. وهذا عندنا مشكل كبير، لانه القانون الانتخابي اصبح معناتها مفتوح جدا واصبح يفتح الباب للترشح. تعرفوا الانتخابات الرئاسيه ينجم انسان يكون عنده ازدواج جنسيه، ينجم يكون عنده جنسيه اخرى ويترشح وينجح. وقت ينجح ينجم يتخلى على الجنسيه. هذا كذلك معناها من المسائل التي من المفروض اعاده مناقشتها. المشكله الثانيه هو تقسيم الدوائر الانتخابيه. كما قلت راهو يلزم، وتقسيم الدوائر مهم جدا، لانه فما البعض يقول اليوم علاش ما نعملوش على الافراد؟ اختيار الاقتراع على الافراد يقتضي اعاده جذريه باش نعاودوا نقسموا التراب بشكل دقيق. وتقسيم الدوائر راهو مخطر برشا، لانه قد ينشئ عمليه تلاعب في بتوزيع الناخبين. ثلاثه، طريقه الاقتراع. اربعه، التغطيه الاعلاميه والحمله الانتخابيه وتمويل الحمله الانتخابيه. ثم عن نزاعات الانتخابات. نزاعات الانتخابيه اليوم نعرفوا اللي لسوء الحظ كسواء القضاء المالي ولا لذلك يخدم في خدمه كبيره برشا، يسهروا في الليل ويكملوا في الاجال، لكن في الاخير شنو نلقاو؟ نلقاو بانه كل هذا القضاء لا يسمح بضمان نزاهه الانتخابات، لانه المحكمه الاداريه في قضايا شفناها لسوء الحظ يقع رفض القضايا شكلا، والحال ان القضايا تبين بان هناك تجاوزات كبيره وخطيره يجب الوقوف عندها. القضاء المالي كيف نعرف اللي فما برشا فلوس، برشا جرائم انتخابيه، لكن وقتاش يفيق القضاء هذا بشكل متاخر؟ نعطيكم في البلديه
توا بعد 2018 اليوم المحكمه المحاسبات ما زالت ما حسمتش نهائيا. يعني انه فما مجالس بلديه تحل ديجا واستقالوا جماعتها والاحكام مازالت ما خرجتش. هذا دون شك يجب اصلاحه بشكل كبير. عندنا الجرائم الانتخابيه. عندنا مصيبه في القانون التونسي هو انه الجرائم الانتخابيه كيف تصير بعد 3 سنين تسقط. يعني واحد يدخل البرلمان يتمتع بالحصانه ما خرج هو كان سقطت العقوبه. وهنا في الجرائم الانتخابيه يجب اعاده النظر لانه الجرائم الانتخابيه راهي خطيره جدا ولا يمكن ان ندخل في الفلات من العقاب. ثم على المساله الاخيره هو انه كما تو تعرفوا حاله الشغور. شغور ننساوها اللي انسان تصوروا انتم نائب يتم القبض عليه في حاله تلبس من اجل قتل ولا سرقه ويشد العام عامين حبس. هذا كما يسمى الشغور. يعني بعد ما يكمل يسمى نائب هو مازال هو في السجن. هذه كل اذا عناصر يجب اعاده النظر فيها، هذا الكل يتم عبر تشخيص كامل للمنظومه الانتخابيه، نشوفوا شنو النقص اللي عندنا ويقع العمل على اصلاحها. يظهر فما امر اساسي يجب العمل عليه على خاطر محكمه المحاسبه كما نعلم التراقب ليس فقط الانتخابات، ما يلزمش تولي قاضي انتخابي برك، لان تراقب كل ما يتعلق بالمال العمومي. فما يظهر فما حل واضح وهو انه بمناسبه الانتخابات يقع احداث هياكل على مستوى كل دائره انتخابيه. شنو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها قاضي مالي، قاضي اداري، والبقيه كل هيئه فرعيه في الانتخابات تعطي توسكي لوجيستيك، ويقع التعاقد مع محاسبين دي كونتابل ولا دي اكسبير كونتابل على اساس انه يتم القيام بهذا العمل. والمحكمه فقط تولي محكمه المحاسبات ما تقعدش تعمل في العمل هذا كله، لانه عمل ياخذ منها وقت كبير معناها ينحي لها التفرغ الاساسي اللي لازم تعمله بالنسبه لبقيه الملفات الهامه. دونك يظهر لي الحل الاساسي هو كما في عديد الدول في القانون المقارن يعملوا هذه دي كوميسيون ولا دي انسونس ادوك يخدموا وقت الانتخابات وتعمل بهذا الشكل اللي هو يسمح بمرونه كبيره ويحقق الاهداف بشكل سريع. اليوم عندنا صعوبة كبيرة برشا، طريق القانون الانتخابي كما تعرفوا ما ينجمش يخرج مرسوم. لأنه الدستور يمنع يقول فما مادة برك لا يمكن المساس بها بمراسيم هي القانون الانتخابي. الإشكال وين؟ هو كيف يمكن تعديل وإصلاح القانون الانتخابي عبر برلمان اللي هو حاليا مجمد. احنا صحيح بدينا مأخر برشا على خاطر مبدئيا كان المفروض أنه نخدموا برشا على هذا قبل. اعتقد بانه اليوم يجب العمل على هذا، وهذا يرتبط كما قلت بالرؤيه كيفاش باش نخرجوا من الفصل 8. اذا كان مش نرجعوا بالرجوع الى البرلمان بشروط ولا خط الطريق وقت يكون في الـ في الـ في الباكج فما القانون الانتخابي، واذا كان لا فما طريقه اخرى كما صار في 2011 دون شك في كيف فما طريقه اخرى. دونك كل الامر اليوم متوقف على تصورنا للخروج من الفصل 8. اما في كل الحالات يلزمنا نحط القانون الانتخابي في اول الاولويات. علاش؟ على خاطر تصوروا نعدوا الانتخابات بنفس القانون وبمشهد سياسي متشظي ما زلنا مش واضح. المشهد هذا ذكرنا شويه ب 2011. الناس تعرف ما تحبش حاجه ما تعرفش تحب. عندنا برشا معناها اشياء خاطئه، النظام اليوم اللي نعيشوا فيه سيء والدستور سيء، هو مش صحيح لانه كان حاطين الدستور الامريكي تو في تونس راهو كان الوضع أسوأ. كان حطينا الدستور الالماني كنا نضحكوا برشا على انفسنا في كيفيه تطبيقه. اليوم فما مشاكل اخرى ليس فقط هي في مؤسسات الدستور. دونك اليوم يظهر لي من الاولويات هو اصلاح القانون الانتخابي، اصلاح قانون الاحزاب وتمويلها، اصلاح رقابه التمويل على الاحزاب والتمويل العمومي، على خاطر فما حاجه ننساوها ديما نحكيو على تمويل الانتخابات وتمويل الحمله، فما حاجه اسمها تمويل الحياه السياسيه. يعني في غياب انتخابات كيفاش الحزب تخدم؟ كيفاش الحياه السياسيه عندك مهيكله وفيها تمويل ورقابه الى غير ذلك؟ هذا كل ما عندناش في تونس. اليوم هذا الكل يلزمنا نتصوروه بتصور كامل. المرسومه نتاع 87 تعرفوا كيفاش تعمل؟ تعمل في ظروف ضيقه جدا وصعبه جدا باش ننجحوا في 2011 وحقق نتائجه. اليوم من المفروض كنا نراجعوه هو ومرسوم الجمعيات وبقيه المراسيم 115 116. يظهر هناك سببين. السبب الاول يتعلق بالنصوص في نفسها في حد ذاتها. كما قلت يلزم نصلحوها. علاش؟ يلزم نعملوا اجراءات استعجاليه.
على خاطر مش معقول أنه حكم يقعد عامين وثلاثة بعد ما السيد يقوم بالمصادقة على قوانين وإلى غير ذلك. دونك اليوم هذا فما جزء كبير يتعلق بنصوص حدث. الحاجة الثانية فما كذلك غياب الإرادة. غياب الإرادة في أنه نمشي في أقرب وقت إلى وضع تعرفوا هذا مليح، أنه على خاطر إذا كان فما إرادة واضحة وصارمة في هذا نجم نربحوا برشا وقت في هذا الصدد. دونك يظهر لي حاجتين، قبل كل شيء النصوص، العمل على النصوص، ثانيا العمل على مراجعة الإجراءات أمام المحاكم.